بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطوح. هذا الصباح الجميل كنت واجد في واحد المنزل، إن شاء الله غادي ندير فيه واحد الزراعات على الصناديق. هما هادو اللي كتشوفوا، ديجا راه عمرناهم، درنا لهم لا تورب وزودناهم لا تورب والسماد العضوي والنجارة. ما هي ديال الدجاج، هادي فيها مخلفات الدجاج مزيانة للصناديق، تعطي نيتروجين. وغادي نغرسوا ليه ان شاء الله بعض الخضروات وبعض الازهار كيف كتشاهدوا والاعشاب العطريه. السنه اللي قرا عمرتهم سقيتهم مزيان، ومن بعد هذا درت فيه الخص، هذا الخص الاحمر وهذا الخص الروماني والخص العادي. شنو هذا؟ غندير فيه النعناع ملقب، هذا النعناع ملقب، وهذا غندير فيه النعناع عادي، الاخر غندير فيه الكرفس، الاخر غندير فيه البروكولي. وغادي نمشيو للجهه الاخرى فين كاين الصناديق نعاود نغرسوا هاد الغرس هادي. يلا قوم معنا نهاية الفيديو ان شاء الله. النعناع ملي كنخويو من الاصيص، من هاد الاصوص هادو، كنحاولو نززقوه الى اجزاء، ولكن نخليو فيه الجذور ديالو ماشي دغيا يشد، ومن بعد غنقطعوا ليه على القمه الناميه باش يسرح مع الصندوق، فهمتي؟ دابا غادي نغرسهم كل جزء في مكان. غنفرقوا دابا هذا هنا، هذا هنا، هذا في الوسط، غنغرسهم. يلا نستمروا في الزراعه ان شاء الله. دائما مع الزراعه، هذا قال لي غرسنا فيه النعناع ملقم، وهذا زرعت فيه النعناع حرش، النعناع الحرش، وهذا وهذا غندير فيه الكرفس، وهذو النقيلات ديال الكرفس، هادو النقيلات ديال الكرفس، غنوزعهم حتى هو بحال النعناع كيمشي كيسرح، كيسرح في الزرع. يلا نستمروا دائما في الزراعة ديالنا. نمشيو للبوطاجي الخامس، غنديرو فيه الفلفلة، غنديرو فيه الفلفلة، هي هاد النقيلات ديالها، والبروكولي، وهذا. هاد الصندوق غادي نوضعو الأزهار، أزهار جميلة. كاين الغنباز ومعهم الجيرانيوم هنا، باش تعطي واحد المنظر هنايا في هاد الجلسة هادي تكون رائعة. ولهي غنديرو أعشاب عطرية في هاد الصندوق، هذا غنديرو أعشاب عطرية. يلا بقاو معنا. وفي هاد الصندوق مشاهدي الكرام غادي نغرسو فيها اللويزة والشيبة والزعتر البلدي، هذا الزعتر هذا. بقاو في هاد الصندوق إن شاء الله ونستمرو في الزراعة. الأعشاب العطرية ها هي غرسناها، وزدناها شوية د العطريشة كتشاهدو، وكملنا هاد البوطاجي. ودابا غنمشيو للبوطاجي التاني باش تشوفو الأغراس اللي غادي نغرسو فيه إن شاء الله. يلا بقاو معايا، غنديكم من الجهة الأخرى باش نغرسو الخضروات. يلا نوصلو ونتواصل معكم. هاهوما الصناديق ديال هاد الجهة الخلفية، يلا وصلنا ليها. هنا غادي نديرو القرعيات، هاد البصل اللي فيها الشمس، هما هاد القرعيات، وغنديرو الباذنجان، ونديرو الطماطم، وجميع الخضروات نغرسوهم هنا إن شاء الله. وش هاد الصناديق، هنا كاين الحامض، كات سيزون، شوف شحال ديال الخدمة كتسنانا. هانتوما كلشي هاد الصناديق غادي نعمروهم. يلا يا محبي الزراعة شجعوا، يلا ننطلقوا دابا في الزراعة. هنا نديرو شي ديال التورب ونبداو إن شاء الله في هاد الزراعات هادو، وما نكملوهمش اليوم، الفيديو الجاي إن شاء الله نكملوهم. ها الآن مشاهدي الكرام، حنا كملنا هاد المزرعة، ماشي كملناها، يلا بدينا فيها المزرعة ديال الحاج، هاد المزرعة الخلفية إن شاء الله. وغرس واحد الجوافة هي هادي، ها هو الحاج برا معاه، واو كاين البنان. السلام عليكم الحاج، بخير؟ مرحبا، كنت بغيت نتبرع عجينة. أييه الخير موجود. الحمد لله. ديال الخضرة ديال اللي عجبو مرحبا به. الله شتي الحاج تهلا فيكم. غنبرعوكم. الله الحاج تهلا فيكم، هانتوما الصندوق ديالو. هنا غيدير المطيشة والبطاطيس وجميع الخضروات غيديرهم. ومع التقاعد ديالو إن شاء الله غيستافد فيهم، وعاود يلقى ما يدير ويتلهى فيهم،
عمر واش الوقت ديالو، وغيدير الكوتا كوت، غنديرو ليه بروغراماتور باش يدي السقي، باش يهني من السقي. الجيجة ديال الحاج، تبارك الله الحاج. وحدك زرعة ديال الحاج حسن، زرعة الحسن للزراعة ومن لا يعرفه. الحمد لله، شكرا 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 الحاج.